النهارده الحلقه بتاعتنا مختلفه جدا بقى، سيبك من كل مره كنا بنتكلم كتير ونقدم مقدمه طويله وانتوا بتزهقوا. النهارده احنا جايين لك بقى وقت العملي. والله يا جماعه النهارده وقت العملي. النهارده بقى انا هوريك، تعالى مش هتكلم كتير، انا هوريك بنفسك. النهارده وقت دولارات. كام دول؟ كام دول؟ النهارده وقت الدولارات. النهارده هشرح لك موضوع اسهل من ما تتخيل. انت ممكن بموبايلك، بجهاز موبايل تستخدمه، ممكن بجهاز كمبيوتر عادي تستخدمه، ممكن مش محتاج يكون عندك امكانيات كبيره ومش محتاجه ان انت تكون عندك خبره. الموضوع سهل جدا، بدل ما بتضيع وقتك التلتين بتاع وقتك ويومك على الفيسبوك، انت ممكن تستنفع وتقدر تطلع اقل حاجه في اليوم 50 دولار. وهقول لك الفكره ازاي، تابع معايا الفيديو وهقول لك الطريقه بالظبط، واوريك كيف ازاي دولارات، ازاي تجيب دول بطريقه سهله جدا وبطريقه مبسطه. بس قبل ما تتفرج على الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وتدوس سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان كل حاجه توصلك جديده. استنى بقى نتفرج مع بعض، يلا تابعوني. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جاي لكم بموضوع مربح جدا وموضوع مفيد جدا لأي حد مش عارف يكسب من التسويق الإلكتروني أو الديجيتال ماركتينج. ده معلومات بسيطة وشوية حاجات انت مش هاخده منك أي وقت خالص ولا تعب، وهتقدر تدخل دخل كويس. وزي ما قلت لكم، زي ما وريتكم الدولارات، انا واخد من اللي انا عامله دوت واخد دولارات. ازاي تعرف تكسب وازاي تعرف تلم فلوس من غير تعب ومن غير أي حاجة خالص، انا هقولك تعمل معايا ايه. قبل ما نتابع الفيديو مع بعض، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، ولو الفيديو عجبك اضرب لايك، ولو احتجت اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت. يا جماعه احنا النهارده هنبدا في شرح على مدونه اسمها بلوجر. بلوجر يعني ايه بلوجر؟ بلوجر ديت مدونه تبع لجوجل من زمان، هي منصه اعلانيه بيبتدي تنشر فيها مقالات ونظام صحافه، وتبتدي تكتب فيها اي مقال اي حاجة. بس ايه، لازم يكون طبعا ايه مش واخده ايه كوبي رايت او تبع حقوق ملكية. وانا هوريك واشرح لك ازاي نعمل كل دوت بسهولة جدا. تمام، احنا دلوقتي احنا بنخش، لو احنا عايزين نعمل بلوجر جديد بنبتدي نعمل، نكتب بلوجر زي ما فتح معنا كده. هنيجي على اول واحده هنا كده وهنكتب انشاء بلوجر مدونه جديده. تمام، هيقول لك ايه يمكن مشاركتك اهتمامك عن طريق المدونات، وجميله وفريده من نحو الكلام ده. هتقول ما فيش مشكله انشا مدونه. طبعا انا عندي مدونه انا لسه عاملها، تمام، فانا ممكن اخش عليها. فتح لي مدونه، المدونه دي انا لسه عاملها جديد عشان اشرح عليها الفيديو دوت. تمام، ببتدي اعمل حاجات زي كده، مثلا مشاهده مباراه الاهلي ومباراه المنغ وشاديه وتتخيل، وببتدي اجيب الحاجات اللي هي الترند اللي هي الاعلى سيرش عليها وابتدي احطها. طب احنا هكسب ازاي؟ اقول لك تكسب ازاي. هتكسب ازاي لما مجرد العنوان بتاع المدونه بتاعتك يشد الزائر من بره. تمام، ابتدي يخش، فانت عدد الزائرين دوت كل ما حد بيبتدي يخش بتحسب لك عدد الزائرين، وبتحسب لك نظام سنتات، وبتتجمع دولار في الاخر. طب ازاي انا بخش؟ لو دخلت هنا وكتبت جوجل بالعربي، جوجل ترند اهي، تمام. يعني النهارده انا اهو لو دخلت على جوجل ترند اهي زي ما انتم شايفين وعملت كده، بيفتح لي النهارده ايه اكتر حاجات بتعمل عليها سيرش هنا في مصر. بيجيب لك اكتر حاجات بتعمل عليها سيرش، زي يعني النهارده ايه مثلا، مسلسل في بيتنا روبرت، ياسمين صبري، جمال الحريم، سيف الوزيري، الحاجات ديت اللي بتعمل عليها سيرش وبيتعمل عليها العدد السيرش اللي حصل عليها بيقول لك 10,000 سيرش فيما فوق يعني. تمام، طب انا استفاد ايه دلوقتي؟ انا ممكن اخش بقى على جوجل هنا
واكتب ايه مثلا في بيتنا روبرت، وابتدي مثلا اجيب مقالات من هنا مثلا، ابتدي اجيب مقالات من هنا زي دي. يعني انا هخش هنا بقى اعمل مشاركة جديدة زي ما انتم شايفين كده، ابتدي اخش اجيب مثلا هنا بيقول لك اعمل شاب يدعى يوسف وكذا كذا حياة العائلته، وطبعاً اخد دول مثلا كعنوان مثلا، وابتدي اجيبه هنا واحطه عنوان، ابتدي بقى اغير مثلا ايه يعمل يوسف شاب مثلا في بيت، واشيل مثلا شوية حاجات من هنا كده تمام، هيبقى دوت العنوان، وابتدي اظبط العنوان بتاع المدونة بتاعتي او المقال بتاعي، ابتدي ايه وابتدي اخش تاني اجيب مقالات عنه واجيب من اي مواقع اخبار. طب ماشي، انت قلت لي في اول الفيديو انا مش عايز اللي يبقى فيه حقوق نشر، في مواقع يعني انت لو كتبت كده موقع تغيير الصيغة، صيغة الكلام، دخلت عليه كده هتبتدي تكتب اللي انت عايزه هنا، وهيطلع لك بالصيغة التانية هنا، يعني بصيغة تانية كده مفيش حقوق ملكية. طب ماشي، انت وريتنا دلوقتي ازاي نكتب مقال وازاي ننشره، حلو الكلام تمام. طيب ازاي بقى اجيب الزوار عندي او الفت انتظارهم والكلام ده كله؟ انا بقدر اعمل حاجة حلوة تانية، انا بقدر اخش على اليوتيوب مثلا، سيبك من ده كله، اقدر اخش على اليوتيوب هنا واجيب الحاجات اللي هي بس مباشر، الحاجات اللي هي بس مباشر، يعني اشوف هنا مباشر اهو، يعني مثلا النهارده مثلا في ماتش مثلا هيبقى مباشر، ادوس على الماتش ده مثلا ده مباشر. طب تمام، انا لو جيت ضغطت هنا، لو جيت ضغطت على دي كده ونسخ التضامن دوت نسخته تمام، وجيت هنا طبعا انا خلصت ديت، اجي افتح هنا ال HTML وابتدي مثلا ايه دوت دلوقتي انا ضفته، ارجع تاني هيجي لي هنا الماتش اللي بيتعرض او المباراة اللي بتتعرض تمام. لو انا دوست معينة دلوقتي، انا لسه عملتش حاجة، لو دوست معينة هيجيب لي الماتش اهو تمام، هيبتدي الناس طول ما هو شغال الناس بتتفرج عليه، بيجي لك اعلانات، سيبك من جوجل ادسنس، لا بيجي لك اعلانات من مواقع تانية، ويبتدي زوار يخشوا لك، ويبتدوا كل ما يبقى فيه مشاهدات كل ما الاعلانات تبقى شغالة، وكل اعلان دوت بتحسب لك عليك بسنتات او بدولارات، وبيبتدي يخش لك رابح عالي جدا. والكلام دوت مش انا مجربه، الكلام دوت مش اي كلام وخلاص، لا انا قبضت منه دولارات زي ما انتم شايفين، والكلام دوت بجد. طيب في حاجه تانية، انت لما تيجي عندنا هنا هنسيبك من دي خالص ونرجع الارباح، الارباح بتبقى موجوده هنا تمام، فانت لو دوست على الارباح لازم 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 تسجل معلوماتك صحيحه زي ما موجوده في البطاقه في جوجل ادسنس. يعني ايه؟ يعني لو انت اسمك سيام مثلا عادل او عديل زي ما مكتوبه لك بالظبط تكتبها، علشان بالظبط انت بتجيلك الفلوس ديت باسمك، بتروح تستلمها برقم البطاقه وتستلمها بالاسم، لو الاسم بتاعك فيه اختلاف بين المتسجل انت مسجله هنا وبين البطاقه بتاعتك بيرفضوا الحساب وبيرفضوا ان انت تاخد فلوس كمان. هنا عندك بتضيف، انا هنا ضايف المنتقلة على ادسنس، تبتدي تسجل
حاجتك بالظبط وبتسجل عناوينك بالظبط. طبعا انا مسجل، فهخرج من دوت وبترجع تاني بتشوف هنا الاحصائيات بتاعتك، بتشوف مثلا ايه الناس دخلت اتفرجت قد ايه، هنا بيبان لك المشاهدات اللي حصلت على اللي انت كنت منزله، وهنا نفس الكلام على المقالات اللي انت بتنزلها ومرات الظهور ومرات المشاهده. وطول ما انت العنوان بتاعك جذاب بيشد الناس ان انت تخش وتشوف. طبعا اديشن خاطر مدونه جديده، المتابعين مفيش، عدد المشاركات 14. فانت ممكن لو انت اشتغلت على الحته ديت البلوجر هتعمل شغل جامد وهتعرف تعمل فلوس جدا بسهوله. الموضوع ده انا مجربه ويمكن اسهل من اليوتيوب بكتير. فنصيحه لاي حد عايز يبدا يشتغل في زي ما قلت لكم في البلوجر. بلوجر سهله جدا وبتقدر ان انت تشارك بسهوله. ممكن تشاركه بقى على الفيسبوك، وممكن تشاركه على الواتساب، وممكن تشاركه اللي انت تخلي مثلا الناس تخش تشترك وتعمل عضويه والكلام ده كله. ده كله بيجي لك فلوس ويجي لك ارباح. مش شرط لازم يكون عندك عدد من المتابعين معين، لا، انت ممكن يكون عندك متابعين قليلين بس المشاركات بتاعتهم والتفاعل بتاعهم اكتر، فبالتالي يجي لك ارباح. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني وتدوس سبسكرايب على القناه وتفعل الجرس علشان كل جديد ينزل لك على طول اول باول. ولو عجبك الفيديو اخبط لايك. شكرا ليكم.